صراع بين الصناجي واللاعب ابرباش. ما كاينش خطا اللاعب ابرباش ربما من اللي فقد الامل انه يحصل كره خطيره على مرمى فريق الاولمبيك او الكوكب مراكشي. والهدف الهدف الاول اذا كان خطا كبير ديال اللاعب ابرباش. قلت لك بانه اولمبيك زافير غتلعب في الشوط الثاني على الحملات المضاده وتبين بانه سجلات الهدف ديال الاول ديالهم عبر حمله سريعه. اذا اللاعب ابرباش اللي ارتكب خطا انه في نهايه المطاف توقف باللي اللاعب الكره كانت غاديه بواحد الشكل سريع ما صابش اي خيار فقط انه يسقط على اعتبار ان هناك ضربه خطا وفريق الاولمبيك سافي كيتمكن من خلال هذه الكره من تسجيل الهدف الاول لصالح فريق الكوكب المراكشي. اذا هدف لصفر. الهدف كان من توقيع اللاعب يونس بالخضر الذي تحرك كثيرا. كنظن انه نشاهد مره اخرى من المضاد هل كان هناك لاحظ ثلاثه ديال اللاعبين ديال اولمبيك سفي ضد جوج وهذا ما كيعني انه هي هذه الحمله المضاده هي اللي كتكون انه العدد الكبير ديال المهاجمين اكثر من المدافعين. وتيدلافي يحصل على انذار واحتجاج كبير ديال تيدلافي رغم انه ما كيلعبش وكاين طرد واحد من الطاقم التقني ديال